ملحن مصري راحل، يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء عقب ثورة يوليو من العام 52. امتلك موهبة فذة في تاريخ الغناء لدرجة أن ألحانه الفطرية يتم تدريسها الآن في معهد الموسيقى العربية. صعد سلم التلحين بسرعة فائقة، وقد أصبح القاسم المشترك في نجاح عمالقة المطربين في عصره، وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وغيرهما من قمم الغناء في زمن الفن الأصيل. ولد محمد أمين محمد الموجي يوم الرابع من شهر مارس من العام 23 ببيلة في محافظة كفر الشيخ شمال مصر. حصل على الدبلوم الزراعة في العام 1944، وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله الفنية حيث اتجه إلى التلحين، وقد كانت أولى أغنياته صفيني مرة، والتي غناها العندليب عبد الحليم حافظ الذي ربطته بالموجي علاقة فنية أثمرت عن العديد من الأغنية الشهيرة والخالدة. كان الموجي يحلم بأن تغني كوكب الشرق أم كلثوم من ألحانه، ولم يصدق نفسه عندما اتصلت به ودعته إلى زيارتها في بيتها، وهو اللقاء الذي انتهى بوعد من كوكب الشرق لتلحين نشيد الجهاد والذي غنته في نادي الجلاء للقوات المسلحة، لينطلق الموجي بعد ذلك في سماء الموسيقى العربية. وقد لحن لأم كلثوم بعد ذلك أغنيتي رابع العدوية والرضا والنور، واستمرت مسيرة الأغنيات بين الموجي وأم كلثوم، وقد غنت من ألحانه محلاك يا مصري، بالسلام إحنا بدينا، يا سلام على الأمة وصوت بلدنا. كما قدم الموجي العديد من الألحان الشهيرة والتي تغنى بها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومنها حبك نار جبار. إبداعات الموسيقار الراحل لم تقتصر على كوكب الشرق والعندليب الأسمر فقط، بل التقى أيضا مع المطربة فايزة أحمد، ذلك بالإضافة إلى ألحانه لمجموعة أخرى من المطربين الكبار. لقد نال الموسيقار الكبير محمد الموجي العديد من الجوائز والأوسمة خلال مشواره الفني الطويل. توفي الفنان المبدع محمد الموجي في الأول من شهر يوليو من العام 95، تاركا وراءه ثروة كبيرة من الألحان العربية الأصيلة والمجددة في آن واحد. تقرير رصد أهم المحطات الغنائية والتلحينية في حياة محمد الموجي اللي احنا مش ممكن ننساه، لو كنا يوم ننساه ايه نفتكر تاني. هو على فكرة ملحن هذه الأغنية لو كنت يوم انساك لعبد الحليم. معانا يعني إنسانة هي أقرب ما يكون إلى محمد الموجي، هي بنته، وبالتالي تكريمها بوجودها في التلفزيون المصري وتكريم لينا وتكريم لي، تكريم لمحمد الموجي الراحل اللي هيفضل عايش في وجداننا دائما بألحانه الجميلة والرائعة. ولو لحن واحد من ألحان الموجي كان يكفي، يعني رسالة من تحت الماء كانت كافية جدا لدي تخلده طول العمر، ولا قارئة الفنجان، ولا غيرها من الأعمال الرائعة اللي عايشين بيها وليها واللي بنسمعها ونستمتع بيها، اسأل روحك، غيرها من الأعمال الرائعة اللي هنعرفها وهنعرف تفاصيلها دلوقتي مع ضيفتنا الأستاذة أنغام محمد الموجي نجلة الراحل محمد الموجي. أهلا بحضرتك معانا، منورانا يا فندم. صباح الخير يا فندم. أنا عايزة أشكركم على المقدمة الجميلة جدا جدا، تقريبا أنتم ما سبتوش حاجة إلا ما قلتوها. يعني لما يكون في حضرة موسيقار مبدع زي الفنان الراحل محمد الموجي، يعني مهما ادينا له من وقت ومن حق مش هيكفيه حقه مجموع بديع الالحان اللي قدمها واحنا لسه عايشين بيها لغايه النهارده. مجهود جميل يعني. نعم. بابا في كلمات بالنسبه لك تقولي عليه ايه؟ اقول اب ما فيش زيه. خالص. اب صديق يعني ما كانش
ما كانش بيمارس القوة كده بأوامر. لا كان يعني بقليل من كلمات بسيطة يحسسك ان هو مش مبسوط، ممكن من نظرة. من نظرة احنا بقى نفهم على طول ونخلي بالنا، ولو حد يعني زودها شوية ما كانش يقول لنا احنا مباشر. كان يقول للماما. ما يتكلمش مباشر معاك. لا. يعني عشان هو ايه عارفة كان بيرجع الموضوع ده لإيه؟ ان هو كان يعني بيجي لنا فترات قليلة في اليوم. صحيح. يعني هو طبعا متواجد كل يوم بس فترات قليلة. فهو في الفترات دي عاوز يعوض الساعات اللي هو سابنا فيها، فما بيحاولش انه يزعلنا. فعلا ده معظم المبدعين بيقعدوا مع اولادهم فترات قليله فبيحبوا دايما يعوضوهم في الفترات دي. وكل الطلبات مجابه وكلام من ده. صحيح ده حظكم حلو بقى، وكمان ساب لكم ميراث فني رائع ويعني سيره هتفضلوا عايشين عليها طول العمر. الفنان الكبير محمد الموجي يعني كانت بدايه رحلته مع عبد الحليم. ايوه. وصافيني مره دي البدايه، وبعدين مشوار رائع من الاغاني والالحان دينيه وعاطفيه ووطنيه مع عبد الحليم، يعني مرحله مهمه جدا من المراحل بيؤرخ بيها تاريخ عبد الحليم وتاريخ الموجي. كلمينا عن علاقته بعبد الحليم واهم الاغاني اللي عملها معاه. انا عايزه بس انوه عن حاجه، ان جنبينا حديقة الأندلس. نعم. نقطة الانطلاق. صحيح. الأغنية صافيني مرة. اللي هي من تلحين والدي و دي كانت دينا. أمام مجلس قيادة الثورة. هي دي الشعاع الشرارة. الشرارة الأولى. صحيح ان الاغنيه دي في ناس رفضوا يغنوها قبل عبد الحليم كتير علشان لون جديد، وعبد الحليم هو اللي اتحمس لها وقال اغنيها ورزقي على الله وضربت معاهم بقى. ايوه فعلا فعلا. بس يعني شوف جمال كمان بقى، شوف الخلق. يعني مثلا قدم هو راح لعبد الغني السيد وسمعه الاغنيه، فعبد الغني السيد رفضها. قال له لا ده مش لوني، ما اعرفش اغنيها يعني. فبسعادة السنين وتعامل معاه ولا اكن هو رفض نهائي. يعني شوف قد ايه هو انسان اصلا، هو رومانسي اساسا. وهو لازم يكون رومانسي اللي يطلع الالحان دي. والله والله لا في بيبقوا يعني طلعوا شغل كويس، ولكن في التعامل كشخصيه مش دايما بيبقوا حلوين. لا لا بابا كان فعلا بابا كان الاول يعني قدم انه مغني الاول صح كده؟ واترفض. واترفض. ايوه. فقدم الاغنيه دي اللي هو كان هيطلع بيها، قدم الاغنيه دي للفنان الكبير عبد الحليم حافظ. هو قال انا ربنا عوضني بصوت عبد الحليم. وحس ان هو خلاص هو ده. كانوا ثنائي مع بعض يعني. عملوا اعمال بديعه جدا. طبيعه العلاقه الانسانيه بقى بين عبد الحليم والموجي. هو كان على يعني احنا كان لازم يوم في الاسبوع نروح لعبد الحليم. وهو كمان يجي لنا في المناسبات اللي هي عيد يجي لنا. كان دايما يقول لنا افصلوا بين شغلي مع بابا، ده كلام عبد الحليم. ايوه. افصلوا بين شغلي مع بابا وبين علاقتي بيكوا. انتوا حاجه ثانيه خالص. حتى في الفترة اللي هو كان بيبقى زعلان معاه كنا برضو بنروح نزوره كل يوم. كل اسبوع فعلا. زيارات عائلية يعني العيلة كلها بتروح عند بيت عبد الحليم والعكس صحيح. لا علاقة جميلة ومفيش ارتباط كده اليومين دول. انا سمعت حتى ان والدة حضرتك ام امين. أيوة. هي السبب في رجوع العلاقة ما بينهم بعد فترة خصام. هي حمامة السلام. صحيح. بصراحة كانت بينهم. حمامة السلام بينهم. كانت دايما تقول للبابا لا عبد الحليم انت ما تقساش عليه. يقول لها انا مش بقسى عليه، هو اللي غلطان. تقول له لا معلش انت عارف ان ده ابني. ده ابني البكري. يا سلام. ما ينفعش تعمل معاه كده. لو كلمنا على الالحان بقى بتاعت بابا، وكان الوقت اللي بيبدا الشغل فيه، واعتقد ان ماما شالت جزء كبير جدا من حياه الفنان، لانه المراه هنا بتلعب دور مهم قوي يعني. طبعا. كلميني عن الجزئيه دي، كان بيلحن فين بالظبط؟ هل كان ليه وقت محدد ولا كان طول الوقت بره البيت؟ لا لا هو بابا ما كانش بيشتغل في الشقه اللي احنا عايشين في فيها. البيت. في البيت. لا. كان بيفصل، لان يعني هو يعني كفايه ان هو سايبنا مثلا بيشتغل، بيجي بقى
خلاص احنا انا عايز بقى اعيش معاكم وحياتكم اعيش يومكم. فكان بيلحن طبعا اجمل الالحان في مكتبه اللي في الشوارع. بيقعد يشتغل هناك بقى. يعني يمسك مثلا الاغنيه ككلام وهو لازم يصلح في الكلمه ايا كان الشعر. يعني عشان تمشي مع الجمله المحنيه. فيصل دايما ايه بعد ما تخلص بقى الاغنيه وهو ما بياخدش راينا في حاجه يعني بنسمعها زيكم بالظبط بس بعد كده هو يقول لنا بقى. يعني انتوا مش الجمهور الاول ليه؟ لا لا عادي بتسمعوا الاغنيه مثلا في الراديو او كده زي المستمع العادي. يعني هو في الاخر بس بقينا نروح نحضر بروفات قارئة الفنجان ورسالة تحت الماء في بيت عبد الحليم. الأخير بعد ما كبرنا بقى. لما كان الأول فاصل خالص يعني. طبعا يعني كل ملحن حلمه الكبير كان يشتغل مع كوكب الشرق أم كلثوم. هو اشتغل معاها في نشيد الجهاد في الأول والجلاء الأول وبعدها هو نشيد اسمه الجهاد ولا الجلاء؟ لا الجلاء. الجلاء؟ ده النشيد الوطني بدايته واليوم قد تم الجلاء. بعدها لحن لها بقى اغاني رائعه بس كانت سبب في دخولهم المحكمه سوا علشان بابا مبدع وعاوز ياخد وقته في التلحين علشان الصبر حدود. الصبر حدود دخلته المحكمه مع ام كلثوم. ايه الحكايه؟ لان هو يعني انت عارف هو بيلحن بطريقه يعني ما بيحبش يكبر. ياخد وقته. ياخد وقته يعني ممكن جدا ما يشتغلش اي حاجه ويشتغل اللحن ده وياخد يديله وقته واعصابه بس بيبقى فيه فترات بيحب هو يقعد ويلحن فيها مش لازم يبقى فيها علشان خاطر سبب انه عشان لازم الشهر اللي جاي هيبقى عشان حفله. لا يا سيده ام كلثوم كانت بتعمل حفله كل اول شهر كل خميس من اول شهر فمش اشكال يعني يعني ممكن تغني اغنيه تانية على بال انا ما اخلص كده يعني مش ما بيحبش حد يبقى يملي عليه. يعني حتى لما رفعت عليه قضيه والقاضي حكم على بابا قال له هتحكم عليا بايه؟ قال له هحكم عليك بالتلحين. فراح قال له خلاص نفذ انت بقى. ايوه حتى القاضي نفسه يعني حتى حكم القاضي ما جابش معاه. هو القاضي اقتنع انه ما ينفعش ينفذ على حكم التلحين وحفظ القضيه. حفظها وده حقيقي لان الموهبه ما حدش يقدر يتحكم في موهبه ده حاجه ربانيه سبحانه وتعالى يعني. وممكن لحن بابا يخلصه في يوم وفي لحن يقعد ست شهور مثلا ثلاث شهور ما تضمنيهاش يعني واصبحت اغنيه مش ممكن ابدا يعني حفرت في تاريخ الفن يعني للصبر حلول. وبعديها اسال روحك كمان. بعديها اسال روحك طبعا قبليهم بقى وتعاملوا مع بعض تاني. لا دي بقى كانت كويسه ما فيهاش خناقات. اسال روحك بقى خلاص كانت هي اخذت على يعني اسلوب الموجي ان هو عاوز وقته في التلحين عشان يطلع اللحن يعني زي ما هو عاوزه. ايوه بقى قبليهم بقى كان طبعا محلاك يا مصري وانت عالدفة بالسلام اغاني ربع العدويه طبعا الرضا والنور. الرضا والنور وحانه الاقدار. الرضا والنور دي حاجه رائعه يعني فعلا يعني هو متنوع جدا. هنروح لمحطه ثانيه مع الفنانه الكبيره فايزه احمد. يعني مجموعه من الالحان برضو الاكثر من رائعه. تكلمينا على العلاقه دي ازاي؟ والفنانه فايزه كانت جايه من سوريا. جايه من سوريا مخصوص لمحمد الموجي. قالت انا عايزه الملحن ده انا بسمعه في الراديو انا عايزه الملحن ده هو اللي لحن. وفعلا جت وعملوا اكبر قنبلتين يعني انا قلبي اليك ميال ويوم القمر على الباب طبعا. وبعدين في اعمال تانية جميله جدا في حبيبي وحشني في اعتقد ايوه الاغاني بتاعت بيت العز. بيت العز اغاني برضو محفوره في الذاكره حقيقي يعني. هو كان بيحب يعني يلحن لحد معين بيرتاح معاه يعني عبد الحليم. عبد الحليم كان توأم روحه في التلحين. حتى وهو بيلحن يعني لحد تاني تحس انه كان ممكن عبد الحليم يغني اللحن. ايوه هو مركز معاه يعني حاسه هو فاهم ان ده اللي بيطلع له اللحن بتاعه او بيقوله او بيترجمه. بس كان بيدي برضه لكل مطرب اللون بتاعه. يعني حب لعبد الحليم ما كانش بيطغى على شغله التاني. لا يعني مثلا مع ماهر العطار والتلباني ومحرم فؤاد كلهم حاجات مختلفه ومتنوعه. كمال حسني
وكمال حسني غالي عليا غالي عليا. هل صحيح ان عبد الحليم يعني زعل ان هو لحن لكمال حسني، ان كمال حسني صوته مقترب شويه من عبد الحليم؟ هو غيور شويه، هو عبد الحليم كان بيغير فنيا اكيد، عاوز يستاثر بالموهبه الجميله دي فنيا، وغير مش عايز حد ياخد بابا منه يعني. طبعا صحيح طبعا. صحيح حق. ولا حتى وجدانيا يعني. طب هو اتفضلي. انا قصدي قبل ما نروح لنجاة طارق، بس مع عبد الحليم يعني عبد الحليم كان له ملحنين اكتر من ملحن بيتعامل معاه، كان كمال الطويل، كان بليخ حمدي، وكان الموجي. هل كان في غيره فنيه بينهم كملحنين؟ يعني عبد الحليم كان بيتعامل مع اكتر من واحد، وفي نفس الوقت هو عاوز يستاثر بكل واحد ليه، وده ممكن يكون حاجه طبيعيه، واحد نجم وعاوز احسن حاجه ليه، لكن هل كان في غيره فنيه ولا حب وتعاون بين الملحنين الثلاثه؟ لا والله انا اللي افتكره يعني مع الاستاذ كمال الطويل كان في حب، وما تتصورش كان بابا حزين جدا ان هو قعد فتره ما يلحنش، ويقول له طب ايه انت، ايه المشكله؟ طب وريني كده الكلام اللي انت بتلحنه. طب احنا، طب هقول لك على حاجه، لو دخلت الدخله دي هتفرق، لو عملت كذا. فكانوا بيلحنوا سوا يعني من كتر ما هو انجح الاعمال الفنيه قامت ما بين دوتوهات العمل. فريق عمل مشارك مع بعض وفاهمين بعض وطلعوا اعمال جميله. مهما اتكلمنا عن بابا الوقت مش هيكفي كتير جدا، لكن ده كان حقكم علينا ان تكونوا موجودين في برنامج مصر جميل على شاشه التلفزيون المصري، لانه ده عرفانا منا بالجميل كل فنانينا العظام، والموجي احد هؤلاء الفنانين. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ انغام. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم. كده تكون خلصت حلقه النهارده من برنامج مصر جميله. بكره ان شاء الله اسره جديده. الى اللقاء.